اليوم الفريق السعودي موجود في بطولة الجيمخانة السعودية، هي تعتبر أول بطولة من نوعها على مستوى السعودية والمنطقة بالكامل. البطولة هذه ما شاء الله برعاية شركة فورد، المنظم حقها صديق والعزيز والمنافس عبد الهادي قحطاني. من أوائل أول الفريق الفرد السعودي لترك خارج المملكة، ولله الحمد خرطان العالم السعودي في أكثر من محفل. واليوم بطولة الجيمخانة تعتبر أول بطولة إحنا نشارك فيها من نوعها، فالفريق كله متحمس. اليوم جايين نشوف إيش بده يصير في الكواليفيكيشنز. سو فار الأجمل متقاربة من بعض من ناحية الأبطال، عندنا إحنا الاثنين حاتم وسلطان. طبعا بكرة حيكون الفاينل حقنا إن شاء الله، فا دون إن شاء الله ربنا يكرمنا إن شاء الله.